الدستور ها هو وتنزل فينا هو الدستور ها هو وتنزل فينا هو الدستور ها هو وتنزل فينا هو نقول اليوم ان مبدا استقلاليه القضاء لا ينبغي ان يكون حبرا على ورق، لا ينبغي ان يظهر في مؤسسات وتشييد بنايات فقط، وانما ينبغي ان يتجسد على ارض الواقع وان يلمسه المواطن المغربي في الاحكام القضائيه. وبالتالي الوقفه ديالنا اليوم تنقول من خلالها انه لا مجال للمساومه في حقوق المواطنين، حقوق المواطنين لا تقبل المساومه، حقوق المواطنين عندما تعرض على القضاء ينبغي البت فيها والفصل فيها طبقا للقانون وليس طبقا للتعليمات. ينبغي على اي قاضي ان يكون بعيدا عن اي تاثير داخلي وخارجي ان ينأى بنفسه على اي شيء يجعله يكون في الملف المعروض عنه او المعروض امامه بعيدا عن تطبيق القانون. يطلعها واك واك على فسيحة والفساد عطيها واك واك على فسيحة. هذه الشهرين سل عقلين هذه الشهرين ونحن الجلسات غاديين جايين تأجيل 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 دائما عندهم تأجيل. عندنا المحامي تيدير تأجيل والقضية حسومة ما فيها حتى شي حاجة. دابا شنو هنا دابا نوصل قرار آخر قررنا قررت القاطع لا المحكمة ولا المحامون ولا حتى السجن ما مشيلوش. علاش؟ عييت في بلاصة من فاس لهنا تطيح ب 2000 درهم عييت قررت والدري ما عنده حتى حاجة محتل عقليا وجالس مع السجناء. يعني الحبس عامر السجن عكاشة عامر هي بالاحتياطيين هي بالتأجيل والو حتى حاجة ما عنده. تي صراحة هذا هو اللي كاين. تخص الناس اساسي درام دايرين مجهودهم تخصهم يوصلوا لواحد الحقيقة اللي تخصها تكون دائما يعني استعجال وتخص الحقيقة تكون اقرب وقت. ماشي كاين اللي من فاس كاين اللي من العيون كاين اللي من طنجة كاين اللي من كل زيارة تيجي تخصو يخسر زبالة فلوس كاين اللي ما عندوش ولينا تنخسروا حوالي كل 15 يوم حوالي 4000 درهم كل 15 يوم. وهذه غير في الاحتياط. ويلا تسجل ويلا تسجل 3 سنين ولا عامين ولا شحال تيخصنا راه يعترفوا بالفقير مسكين. انا عندي انا عندي فقير مسكين يعترفوا به شويه يحنوا على الفقير. كاينه مسكينه اللي تتمشي تتسعى باش تتمشي عند ولدها في الزياره. بمبدأ استقلالية القضاء بل وشكل خرقا لدستور 2011 الذي جعل من القاضي عندما يشعر بأن استقلاليته يشوبها شائب يتعين عليه مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذه الضمانات الدستورية التي مكنها الدستور للقضاء ينبغي أن تعرف مسيرها ومآلها إلى أرض الواقع ولا ينبغي أن تبقى بين ضفاف الدستور فحسب. زميلاتي زملائي، إن الجهات المسؤولة عن القضاء والعدالة للأسف الشديد لم تتلقى تلك الإشارات التي سبق للإطارات المهنية أن وجهتها لها. سبق لمختلف الإطارات المهنية على الصعيد الوطني أن وجهت رسائلا مشفرة ورسائل واضحة لمختلف المسؤولين على قطاع العدالة في بلادنا.